نسمع الفيديو هذا. مشكلة والله مشكلة. يفضح حردك يا زلمة. ايه؟ يفضح حردك ايش بقى؟ ايه يفضح حردك دي يا صاحبي؟ هيك يعني. انت عادي، انت عارف يعني ايه يفضح حردك يا صاحبي؟ لا احنا كلنا بنقولها هيك. يعني ايه كلنا بنقولها؟ صاحبي افهم بس، افهم بس الكلام قبل ما تقوله. ايش في ليه؟ ممكن وانت بتهزر الدعوة دي تستجاب، عارف مين عرضك؟ مين؟ عرضك دي مرتك أو أختك أو بنتك، فأنت بتقول اللي قدامك يفضح عرضك، يعني يفضح النسوان بتوعك، أنت فكر إن هي هزار، على فكرة الكلمة مش حلوة يا صاحبي. والله غلط. تمام؟ يبقى خلي بالك وأنت بتتكلم ما تقولهاش على لسانك تاني، نصيحة مني ليك يعني. المهم يا صاحبي هزر براحتك بقى، بس ما تجيبش السيرة دي تاني. لا تهزر. حبيبي. طبعاً تنبيه مهم، نحن للأسف عندنا في سوريا كثير من الألفاظ التي وقد تجد حتى في دول أخرى يعني مثل هذا، يعني ألفاظ كثيرة تتداول، أظن حتى في الأردن سمعت مثل هذا. أقصد يعني في ألفاظ يتداولها الناس خاصة الشباب وهي قبيحة جدا، ولكن يتداولونها على أنها مزاح، مثل يقولون فلان ابن حرام، يقولونها في سياق مدح، يخرب بيتك، في سياق مدح، وهو دعاء بخراب البيت، يقصف عمرك في سياق المزاح، يقصف عمرك يعني ينهي عمرك. فدائما الإنسان يعني هذه الألفاظ يحاول أن يسيطر على لسانه، ماذا يقول هذا اللسان؟ لا بد أن تعرف ماذا يخرج منه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى أنها تبلغ ما بلغت، ما يظن أنها إلى هذه الدرجة خطيرة وكذا، يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. فدائما الإنسان يحافظ على لسانه.